مدرسه تايكوندو انا ما اخترتهاش عشان انا كنت صغيره وكده، فما كنتش عارفه اكيد اختار حاجه لنفسي، فبابايا دخلها لي عشان اكيد اللي هو انا البنت الوحيده وكده، واللي هو بيخاف على البنات ومش عارفه ايه وكده، فهو اللي اختارها لي. وانا بعد كده لما لعبت اللعبه فحبيتها وبدات الحمد لله احقق فيها. بلعب تايكوندو تقريبا من وانا عندي 5 6 سنين. بدات الاول بالفومزه وبعد كده بدات بقى فايت وكده. وحاجه ان انا اوصل ان انا اكون بطله جمهوريه او حاجه مش حاجه سهله، هي بتحتاج تمارين كتير، يمكن نكون بنتمرن مرتين في اليوم. بتفرق لو احنا عندنا وقت بطولات او لا، فبتفرق في توقيت البطولات، في تجهيز قبل البطولات، نوع التمارين قبلها. وملك ضياء ما شاء الله كانت من الناس اللي كانت مصابرة وعندها إصرار شديد إنها تلتزم بكل البرنامج اللي بيتحط لها، سواء البرنامج ده فني أو برنامج بدني. فبسبب الاجتهاد ده والالتزام أدى إلى أن هي وصلت على منصات التتويج سواء محليا أو دوليا، وده كله جاي من اجتهاد اللعيب والسبورت اللي جاي حوالين اللعيب. بتمرن كل يوم، بس قبل البطولة بنكثف تمارين، بيبقى مثلا مرتين في اليوم. الحمد لله حققت دولي ومحلي وحققت كل حاجة وبس. ومثلا على أكيد هدايا ملاك. ملك ضياء كانت مشروع بطلة من وهي صغيرة، كان عندها الإمكانيات البدنية والفنية إن احنا نقدر نؤهلها إن هي كل سنة مستواها يعلى ويرتفع، وإن احنا الحمد لله نوصل للمرحلة إن احنا نبقى رقم واحد في مصر. ومش بس كده، كمان احنا بدأنا إن احنا تبدأ هي الاحتكاك الدولي وتاخد الخبرات الدولية عشان إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تكون بطلة عالم. بدأت ألعب بطولات دولية ورحت بطولات دولية كتير والحمد لله حققت فيها، فإن شاء الله بقى على مستوى العالمي، فمثلا أفريقيا في بطولة عالم في أولمبيكس. انضميت لمنتخب مصر 2022، كسبت تصفيات المنتخب وجبت أول الحمد لله.